سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، أمركم طيبة وأحوالكم كلها جيدة. واليوم كيف ما عودتكم بحال ديما، كل نهار قصة جديدة، آهات ومعاناة ومشاكل جديدة. اليوم معنا واحد السيد اللي جاي يعاود المشكلة ديالو، محطوط في واحد الموقف لا يحسد عليه، واليوم حب يشارك معكم القصة ديالو وبغى الاستشارة ديالكم وبغى منكم النصيحة قبل العتاب. فما غاديش نحرق لكم التفاصيل ديال الحكاية، فقط بغيت نذكركم بجيم وكومونتير وبارطاجيو، الله يعطيكم الخير. ويلا نسمعوا القصة ديال خونا محسن كاملين. السلام عليكم، سميتي محسن وفمري 44 عام، واليوم جيت نعاود لكم قصتي أو المشكلة ديالي. بغيت نخوي عليكم قلبي وبغيتكم تنصحوني، الله يجازيكم بخير، محتاج لكم بزاف، محطوط فواحد الموقف صعيب وما عرفت ما غادي ندير. المهم قبل ما غادي نعاود لكم المشكل اللي انا فيه، بغيت نقربكم مني شويه ونعاود لكم شويه على الصغر ديالي. انا خوتي تربيت وعشت وسط عائله على قد الحال، الناس دراوش حتى للطرف. في بدايه الحياه ديالنا كنا عايشين غير في العربيه. صراحه انا ما قريت ما حتى شي حاجه، فعلا دخلت للمسجد وقريت شي حاجه ديال القران الله يتقبل، ولكن ما عمرني ما دخلت للمدرسه. واخا هكا كنت واعي الحمد لله وفايق وما ديريهاش بيا. المهم الوالدين ديالي كانوا محقورين وسط العربيه، ديما امامي كانوا حاقرين للوالد، حيت الوالد مسكين درويش على قد الحال وكان دائما كينعتو غير بالمونخ. اما الام ديالي كتقولي انت ما كتعرف والو في الضرافات، طريفه وحنينه واللي في يديها ماشي ديالها، وكانوا كيستغلوها نسى امامي. اللي عندها شي شقه وشي تمره كتعيط لامي، هو غير التالي منها كتصيفطها بحالاتها، لدرجه ان امي مسكينه كانت كتمشي صحه سلام كتجي كتضرب عليها مرضى حيت كيخدموا عليها الشغل، كانوا يسدنوا عليها الفراش. راكم عارفين الفراش العربيه والتكرفيز العربيه كيفاش كيكون. امامي كان ميسر عليهم الله سبحان الله، الا الوالد ديالي مسكين الجره ديالو كان الجره كاع ما بغاتش تطلع له الجريه، حتى داك البركه اللي ورثها من عند باه والو ما دار بها حتى شي طايله وما بان منها والو. من بعد ملي لقى راسو مسكين لا ارض لا والو، عيا بالخدمه مع خوتو ولا كيفكر انه يهبط للمدينه. داك الوقت انا كان في العمر ديالي 14 سنه، وتبارك الله كنت وافي ومقد، حنا بينا ثلاثه ديال الذكوره وجوج ديال البنات. المهم اخوتي الوالد فاش قرر انه يهبط للمدينه ما عرف ما غادي يدير وما عرف ما غادي يتبع. اول حاجه هو ما كيعرف في المدينه ما يدير والو، يعني ما هو لا بالبيع ولا بالشراء ولا براس المال، كيعرف هو غير فلاحة. داكشي ما كيعرف مسكين، وداكشي ما علمو جدي الله يرحمه ويوسع عليه، وتا الوالد مسكين كان شويه راسو ثقيل. المهم اللي قرر يهبط للمدينه مشى عند نسابو، كان واحد نسيبو عايش في المدينه اللي هو الاخ ديال الام ديالي اللي هو خالي. مشى عندو قال له ودي نسيب انا راني عييت ديك العربيه وما كرهتش انني نهبط للمدينه ونهبط ولادي يعيشوا بعدا شويه نقيين، وراني ما عرفت منين نبدا. قال لي خالي ودي شنو غادي نقول لك نسيب، المدينة العيشة فيها راه ماشي سهلة، وانت ما كتعرف لا صنعة ولا حرفة وما عندك لا راس المال لا والو، شو بغيتي دير في المدينة؟ قالو غير غادي تهبط محن راسك وتولي تطلع الدراري للعربية، وخصوصا لا ولفو لك المدينة. قال ليها ودي نسيب غير دبري ليا باش من مكان، انا مستعد نخدم الليل والنهار وما بقاش عايش في ديك العربية، عييت بالقهرة ديال خوتي. هاد خالي مسكين كان عارف الوضعية ديالنا كي دايرة، هو كان شوية مرقع. تما اقترح على الوالد قال ليه شنو بان لك اجي انت بعدا دوز بعدا واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا حتى عام وخدم شويه ورسي راسك وديك الساعه هبط ولادك. قال لي هذه فكره مزيانه. صافي الام ديالي مسكينه ما قالت والو، قالت لي الا بغيتي تخدم على راسك سير انا ما عندي ما نقول لك. تما طلبت الوالد قلت ليها الوالد انا الحمد لله انا قد نخدم ونضرب تماره، خليني نمشي معك معنا خوتي هو الكبير في خوتي. قال لي ولدي فين غادي تمشي معايا؟ قلت له خليني نمشي معاك ندمر معاك فين ما دمرتي ندمر معاك. قال لي خليني نمشي انا ونشوف بعدا شنو كاين ويحن الله. قلت لي صافي. فعلا هاد خالي مسكين غادي يقلب له الخدمه مع واحد الطاشون ابديلي ولا كيخدم في الاول غير منابري. المهم الوالد ديالي الحمد لله كان بصحيحته وكان باقي صغير، ماشي دابا الصحه طاحت. قال لي ودي غير اجي تخدم فاش ما جاب الله، ولكن من بعد غادي يدبر الخدمه مع واحد الطاشون الله يجازيه بخير. وتا داك الطاشرو مسكين كان كيحس فلينا حيت كان عارف الوضعيه، وحتى الوالد مسكين ما عاد درويش وفين ما قلتي له سير يمشي.
اللي قلتيها له كيقول اه. عمرو مسكين طلب منه شي حد شي حاجه وقال لهم لا لا بالعكس الوالد ديالي مسكين غير ما سخرتيش. المهم هي هذيك خدم الوالد ديالي مع داك الطاشرون المده ديال 5 شهور. فهاد 5 شهور طلع عندنا شي 3 ديال المرات كيجيب لينا اللي كتب الله وكيعاود يمشي. فاش قلت ليها الوالد ديالي معاك قال لي ولدي لا انت دابا هو الكبير في خوتك جلس قابل مع امك هنايا وباش مما جاب الله تعاون معها. كنت اخوتي كنمشي حتى انا غير كنخدم الفلاحه مع الناس شي كنسرح ليه شي كنحصد ليه كل واحد شنو كندير ليه شي كيعطيني الغله وشي كيخلصني بالفلوس وكنجيب لمامتي وكنعاون خوتي. الوالد مسكين واخا كان كيجيب لينا كيجيب داك الشيء قليل كيقول لك انا باغي ندير لكم يعني فين تسكنوا فين تسكروا باش تبعدوا من هاد العربيه. داك الشيء اللي كان مصبرنا على الوالد. ايوا الوالد خدمت عام بالكمال والتمام صافي. من بعد شاهدنا قال لينا غادي تهبطوا معايا للمدينه. خالي كندبر ليه واحد الدويره وهاد الدويره هذه مدبرها لهش خالي. ديك الطاشون اللي دبر لي على الدويره ولكن خالي اللي تدخلوا فيها. داك الطاشون كانت عنده واحد الدار كان بانيها ما مكملهاش بالبني ما كان فيها لا دو لا ما. قال الوالد لا قديتو تصبروا اجيب وليدات ما تخلص لك راه لا والو سيدي والظلمه راه ما فيهاش. قال لي الوالد على حنا حسابك راه حنا عايشين في الطوق راه حنا في العربيه كنشعلوا غير الشمع والقنديل. قال لي ويلا قديتو تصبروا بلا ضو مرحبا بك انا الضو ما عنديش. صراحه ربي كلشي كيسهل فيه. هزينا داك القش داك الشيء علاش قدينا وهبطنا للمدينه ما عارفينش المصير ديالنا شنو هو. الحاجه الوحيده اللي كنت عاقل عليها اننا كنا فرحانين حيت هبطنا للمدينه وييه حيت حنا المدينه كانت كتبان لنا بحال شي جنه. صافي مشينا لديك الدويره الصراحه اللي فرحنا بها غير فرحه واخا كانت باقا غير البريك وما مصلوحه ما والو ما فيها لا ضو لا ما وحشاكم حتى الطواليت ما كايناش. رغم ذلك بقينا صابرين. خدا الاب ديالي الابن مع من مول الدار قال ليها ودي الا خليتيني زعما نصلح فيها شويه خافي نسقروا الدراري ندير الطواليت وندير هادي ودير هادي. قال ليها ودي انا ما غاديش نقول لك لا انا غير غدا بعدو الا بغيت الدار ما غاديش تجيش تحاسب معايا وتقول لي خسرت على الدار. قال ليها ودي لك كثر خيرك انت بعدا على الاقل ما كتخلص عليا حتى الكره ما كتشدوش. قال ليها عيش فيها حتى تقنط ولا حتى تدبر على راسك انا ما غاديش نقول لك خرج منها حتى تخرج بخاطرك. ايوا بقينا عايشين في ديك الدويره كنا كل مره كنصلحوا فيها شويه وسبحان الله العظيم ربي فاش كيبغي لك شي حاجه. اول حاجه الجيران اللي حدانا ملي شافونا عايشين هكاك لا دولامه اقترحوا علينا ان الماء نبقاو ناخذوه من عندهم والضو عطاونا واحد الخيط جريناه من عندهم ولينا حتى حنا عندنا الضو. داك الجيران اللي تعطوني لنا واحد التلفازه راكم عارفين داك التلفازات القدام قليل اللي كانت عندهم ديك الوقت التلفازه وكانوا عندهم جوج باش كانوا كيشوفونا صغارين كنبغيو حتى حنا نشوفو بعينينا. خواتاتي مساكن كانوا كيمشيو لبيبان الجيران وكيبقاو يتفرجوا ولا كيبقاو يشوفوا من السراج وداك الوقت اللي عنده التلفازه في الدار مع شنو عنده. المهم ربي كيسهل في كل شيء. بقينا هكداك حتى الوقت اللي غادي يموت داك الطاشون مسكين وكان دار واحد الحادثه السير وما تموت الفجأة. صراحه داك الدار ما سول فيها حتى شي واحد واخا الوالد قلب على ولادو قلب على العائله ديالو قال لهم ودي راه كاينه واحد الدار اللي بغيتو نخرج منها. قالوا ليه ودي راك عايش فيها حنا ما غاديش نجيو نخرجوك. الوالد ما دام سكنك فيها الا وانه عارف راسو شنو كيدير. دابا حنا ما غادي نقولوا لك حتى شي حاجه انت ساكن وما نحتاجو الدار غادي نجيو ليها. ايوا داك الناس الصراحه ما بقاوش سولوا فينا نهائيا بقينا عايشين في ديك الدار. دخلنا ليها الماء دخلنا ليها الضو الى اخره ولينا عايشين فيها كانها الدار ديالنا ولكن ما عندنا عليها لا ورقه ولا جوج. الوالد ديالي مسكين داك الجانب ديال الكرا والمصروف ديال الكرا وخلص الكرا ديال الشهر ما كانتش عنده. وشنو كان داير؟ كان داير واحد الخطه في حياته كان داير بحال اللي راه كاري وكان كل شهر كيزول 1000 درهم ويحيدها ويديرها في البنك على اساس انه زعما كاري ديك الدار هو كان كيخبيها. دازت الايام والشهور بعد السنين وصلت انا للسن ديال 22 سنه. فهاد الوقيته الوالد ديالي ولا تا هو طاشرون ولا هو اللي كيشد الخدامه وكيبني حيت تعلم ديك الحرفه وانا وليت انا هو يدو اليمنية. من بعد قلب على الناس اللي كانوا الورثه ديال ديك الدار لقى واحد ولدهم قال له انا ودي ما محتاجش لديك الدار بغا خوتي انا ما عندي ما نقول. قلب على خوتو الاخرين المهم عطاها باش توصل معاهم. فاش هضر معاهم قال لهم ودي انا ديك الدويره غير بيعوها ليا حللوها ليا انا بغيت خليها لوليداتي ولفنا فيها وكذا وهذه وراني صلحتها. قالوا ليها ودي ماشي مشكل نتجمعوا حنا الخوت والخواتات ونشوفوا شنو غادي نديروا. فعلا فاش تجمعوا الخوت مع بعضياتهم قرروا ان داك الدار غادي يبيعوها للوالد ديالي بواحد الثمن اللي رمزي وقالوا لي مادام عطاها لك الوالد حتى حنا مسلمين لك فيها.
يوصل المولود ديك الدار داروها له بعشرة. هذه نعمه من عند الله. عمامي ما كانوش متيقين ان الوالد وصل ديك المرحله هذيك. فين الوالد اللي كانوا كيعيطوا له مسكين غير المنونخ ولا واحد الانسان واعي وفي شي شكل. الحمد لله كنا بخير وعلى خير. خويا اللي مورايا تقريبا غادي يشبه الوالد ملي كان الوالد صغير، اما فاش كبر الوالد بحال تطور في المدينه وما بقاش كيف ما كان. هاد خويا هذا درويش حتى للطرف درجه تزولوا الحاجه من عينيه وما يقولش اح. دائما كنقول له خويا وقد راسك شويه ما تكونش منونخ بحال هكذا. هاد خويا صغير عليا بخمس سنين. هو الصراحه كنقرا شويه ماشي بحالي انايا، انا قريت غير في الجامع ولكن تبارك الله واعي يعني مطور. ما بقاتش في القرايه كنقلعوا الحروف والارقام الحمد لله ما بقيناش كاع يعني امين حتى للطرف، ولكن على الاقل ولينا كندير واحد البركه وصافي. ايوا هي هذيك بقينا عايشين حياتنا الحمد لله بما يرضي الله. الوالد ديالي خدام على راسو وحنا معاونينه. خويا كان كيقرا، اما خواتاتي جوج كانوا باقيين صغارات. بقينا غاديين مع الايام والسنين حتى الوقيته اللي غادي تمرض الام ديالي. والمرض ديالها كان جانا فجاه، ما عرفنا المرض ديالها منين نزل عليها. المراه مسكينه كانت صحه سلام وكانت باقا صغيره مسكينه الحبيبه عليا. المهم الله يرحمها ويوسع عليها، جاها واحد الوجع في الكرش ديالها. ما جات تكمل 24 ساعه كان حتى كان ربي دا الامانه ديالو. جعل الله السبب ديك الوجع ديال الكرش، ما عرفناش مالها واش كلات شي تسمم ولا الله اعلم. المهم الام ديالي مسكينه غادي تموت وغادي تخلينا يتامى. اختي الصغيره خلات عندها 10 سنين. المهم بكينا عليها بزاف وبقات فينا لدرجه اننا ما كناش كنقدروا الخبز ناكلوها. راه عام وعامين وثلاثين حنا حزانين على الوالده. ومن بعد غادي نوضوا نهضروا مع الوالد قلنا ليه غادي تنوض تزوج وجيب المراه زعما اللي تونس كنت راك باقي صغير. ما بغاش، قال لك انا ما نتزوج، مستحيل نوضنا نتزوج في هذا العمر هذا، واخا نتزوج ونجيب العيالات ديال الدنيا كامله ما غاديش نلقى بحال امكم الله يرحمها. قال لي شتي وليدي انت تبارك تبارك الله وليتي راجل، نوض حتى انت تزوج وعمر على راسك. ديك الوقيته كانت عندي 29 سنه، من عمر الزواج كنت خدام على راسي بخير وعلى خير. صراحه ما كنت كنهضر لا مع بنات وما كنت كنتصاحب مع حتى شي حاجه داخل سوق راسي، وما كنبغي نضحك على حتى شي وحده من بنات عباد الله. كنت كنقول مادام انا ربي سبحانه وتعالى نعم عليا هكا وترونكيل مع راساتي وما كنتعدى على حد، ما كنجبد بنات حد، ما كنتصاحب مع بنات حد، نمشي نتزوج ونجيب بنت الناس ونعيش معاها في الحلال. هذه نعمه من عند الله حيت ما كنلتجاش للحرام. داكشي اللي كان قلت لها الوالدها انت شوف ولا بانتك شي بنت الناس انا معاك. قال لي ولدي انا تال هذه خاطيني. قلت ليه علاش؟ قال لي ولدي دابا البنت اللي غادي تكمل معاها حياتك انت اللي خصك تختارها، ما يمكنش انا نجي نختار لك المراه ونقول لك هبل من تزوج. قلت لها الوالد راه زعما انا ولدك ولدي درتيها انا معاك زعما ما غاديش نتشغل كيف ما بغات تكون. قال لي لا ولدي شوف انت من جيتك وان شاء الله انا معليا غير نوقف معاك. فعلا كنت كنسول على شي بنت الناس اللي تكون بنت الدار، بكرهتها شكون كتشبه لامي والظرافه ديال امي حيت بحال امي ما لقاش. المهم هي هذيك كنت هضرت مع واحد صاحبي خدام معايا في البني. قلت ليها صاحبي انا راني باغي نعمر على راسي وباغي شي بنت الناس اللي تكون زعما بنت الناس وبنت الاصل، ودابا ما عرفتش شنو غادي ندير. انا ما عارفش نختار وما بغيتش نتصاحب، بغي نتزوج الزواج ديال والدينا. قال لي ودي شنو غادي نقول لك الصديق، انا عندي ثلاثه ديال خواتاتي، بغيتي تتوكل على الله راه ما غاديش نشكرهم لك، راك نتايا راك معاشرني سنين هادي والحمد لله تربيه حسنه. ما بغيتيش الصديق انا نشوف لك شي وحده اخرى، راه كاينين بنات العائله ومربين ومخلقين انت اختار وتخير. قلت لي ودي الا كانوا عندك خواتاتك ما غاديش نلقى احسن منهم، انا ما كيهمني لا زين لا طول لا حتى شي حاجه، انا اللي كيهمني هما هي المراه تكون زعما داخله سوق راسها وطرونكيل ودغريه تكون بحالي بحالها يعني تحطها على الجرح يبرا. قال لي انا ما غاديش نزكي لك خواتاتي وما غاديش نشكرهم، انت توكل على الله واجي شوف وغير ما عينك، انا ما غادي نقول لهم حتى شي حاجه وراني عطيتك وعد الله وعهد الله باش ما نقول لهم حتى شي هضره، اجي على غفله وشوف خواتاتي. قلت ليه واخا صافي دار معايا الوقت اللي يجي. قال لي الوقت اللي تبغي اجي. قلت ليه نجي الوقت الفلاني. قال لي مرحبا بك. كان وجد لي الغداء على قبلي، مشيت عنده وشفت الصراحه انا كنت كنتسنى نشوف هاد خواتاتو كي دايرين، والدبانه ما كتسنزنش
وتحط الغداء يا خوتي بالدجاج محمر والشلايض والماكله كي دايره وما سمعتش حس ديال العيالات في الدار. مو هي الاخره ما شتهاش. دخلنا البيت لواحد الصاله الصمت لدرجه كان كيربي يدو كيبقى يشوف وساكت. الدبانه كانت منها تزنزن ما كتزنزنش. جيت نسولو فينا هما خواتاتك حشمت. المهم تغديت كليت شربت درت واحد القهوه كيف ما كيقولوا واحد الدكه هي هذيك. من بعد نوض توكلت على الله مشيت بحالاتي. قال لي وا كي جاتك الامور؟ قلت له شنو انا ما شفت شي حاجه. قال لي قلتي ما كيهمك لا زين لا هادي لا هادي. قلت له ولكن ما سمعت والو ما شفت والو. قال لي شوف انا خواتاتي محجبهم ما كيخرجوا ما كيدرجوا وهكا الحياه ديالنا. الوالد لحد الان كيغير على الوالده راه عندها 55 عام ومازال كيغير عليها. توكل على الله والناس راه خواتاتي راه ما كيبانوش. نهار تبغي وتبغي زعما تعول داك الساعه تشوف اختي وتشوف كنضر الشرعيه راه من حقك. قلت لي بسم الله عليها. استشرت مع الوالد ديالي قال لي ولدي الله يسهل عليك نوض توكل على الله. فعلا هزيت راسي ومشيت خطبت ديك السيده اللي مازال ما عارفهاش وما عارف شكون هي. انا داك النهار هذاك اللي مشيت على اساس ماشي نخطب مشى معايا الاب ديالي مشات معايا واحد خالتي واحد خالي عمي. واخا داك عمي ما كناش كنتفاهموا معاه كبرناه ليه وجبناه واحد عمتي كذلك. المهم العائله تبارك الله شي 6 ولا 7 بينا اللي مشينا. صافي ملي مشيت مشى كمشي معايا حتى خويا اللي تابعني اللي قلت لكم هو المنون خفينا هو اللي عندي معاه المشكل حاليا. فاش مشينا رحبوا بينا هاد الناس دخلوا عندنا ثلاثه ديال البنات واحد احسن من الاخرى. ولكن ما نكذبش عليكم طارت الانتباه ديالي وحده فيهم وعجبتني وقلت هذاك اللي غادي ناخذ. ايوا يا خوتي ملي بدينا كنهضروا على الزواج كنت انا طالب راغب. قال لك اودي حنا بناتنا هما هادو هادي فلانه وهادي فلانه وهادي فلانه هادي الكبيره هادي الوسطيه هادي الصغيره. الكبيره كانت عندها 27 سنه الصغيره كان عندها 19 عام الوسطى 19 عام والصغيره كان عندها 17. المهم انا فاش بغيت نختار قالوا لي حنايا ما غاديش نزوجوا الصغيره قبل الكبيره حنا غادي نعطيوك الكبيره الا بغيتيها بعقلها وبزاف ديال الحوايج. قالوا لي واخا زعما بناتنا كاملين بعقلهم ولكن هذه الكبيره نسبقوها هي الاولى. انا ما لقيت ما نقول قلت فيها خير انا اصلا جاي نتزوج على سنه الله ورسوله واصلا من الاول كنقول لكم ما همني لا زين لا حتى شي حاجه. ثلاثه بيوم تبارك الله عليهم وحده تنسيك في الاخرى ولكن غير القلب وما يريد. انا كيف ما شفت الوسطيه قلبي ضرب عليها. كدبش عليكم هي اللي عندي المشكل معاها حاليا وخليوني نكمل لكم. صافي ملي مشيت انا توكلت على الله ومشيت طلبت راغب حتى هما ما زولوليش الدريه وقالوا لي ها البنت انت غير تهلا فيها وكون راجل والبنت ان شاء الله ما غيخصك معها حتى شي خير. بنتنا معقوله وكبره في الخير والحمد لله حشوميه. داكشي اللي كان اخوتي توكلت على الله فضيت في الدريه ما بين الخطابه والعرس 3 شهور هزيت مراتي وجبتها الوسط خوتي وخواتاتي. طلعت واحد الانسانه ما فضلتها على وجهكم كاملين ما عمر لقيت معاها المشكل. بنت دغريه الله يعمرها دار شارب عقلها بيتوتيه جالسه في دارها كتقاد الامور ديالها محترمه شيخه محترمه الويصه محترمه راسها اهم حاجه محترماني حتى انايا. العام الاول توش بها مراتي غادي تصدق حامله ولدت معايا التوام تبارك الله وليد بنيتها كيحمقوا بالزين. داك العام هذاك اللي ولدت مراتي جاو الخطاب في اختي زوجناها مشات دير دارها وكانت تزوجت برا المغرب. بقيت عايش مع مراتي بخير وعلى خير. بالنسبه لخويا صافي غير وصل الباك هو يحبس القرايه. قالك انا ما عندي ما ندير بالقرايه انا بغيت نخدم على راسي دبر واحد الخدمه حتى هي زعما صراحه كتحتاج للقرايه غير هي ماشي معدوله ما مصمرش ولكن بواحد الصالير اللي زوين بقى خدام على راسو بخير وعلى خير كيجي للدار ترونكيل. مراتي كان عندها فيها العمر في خويا دائما كتقول لي اخوك مسكين الله يعمر راس العاد رويش. فاش كنت كتسمعني كنهضر معاها هكا ولا كنزعف عليه كنقول له زعما ما تكونش هكا منونخ دائما كيجي عاود لي على صحابو راه هكا داو مني غير بالفن راه استغلوني. كنزعف عليه كنقول له صاحبي توقت انت مالك منونخ بالسيف ما يستغلوك بالسيف انت داك الطرافه ديالك خليها للعيالات تكون حر شويه. المهم خويا مسكين غير درويش مشكلته شنو هي الله اعلم انا ما عارفهاش. صافي هذيك ملي لقينا السيتة وخدام على راسو بالصالير ديالو قالك سيدي هو باغي يتزوج مع مراتي دائما كتشكر ليا خويا وكتقول لي اخوك الله يعمرها سلعة كون غير بغي يتزوج بختي كاع
زعما ونجمعوا الشمل. كنت كنقول ليها هذا محال باش يتزوج باش يقوم المراه. كتقول لي علاش هو ماشي راجل؟ كنقول ليها ايوا كيبان لي منو نخمرت المرتو تقدر تعطي قتله في الصباح وقتله في العشيه كنبقاو غير كنضحكوا. كتقول لي ما عمرك كتقلل من خوك، راه الانسان سبحان الله راه كيتبدل، هو مسكين رايح الشومي. وهذا هي هذيك السيد حتى اللقيته اللي غادي يقول لك انا باغي نتزوج، هو اصلا كان رامي العين على خت مراتي ولكن ما عمر ما قال لنا هذه الهضره. حتى اللقيته اللي غادي يقرر جا عندي نيشان قال لي خويا، قلت لي نعم، قال لي بغيت نهضر معك في واحد الموضوع. قلت لي يا خويا تفضل مرحبا. قال لي ودي خويا راني ما كرهتش انا نتزوج ونعمر على راسي. قلت لي هاي 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 على الناس باغيين يتزوجوا يعمروا على راسهم؟ قلت لي وفيها خير مرحبا، شكون هاد سعيدة الحظ اللي بغيتي تعمر معاها على راسك؟ قال لي ودي راه غير قريبة وراك كتعرفها. قلت لي شكون هي؟ قال لي سليفتك خت مراتك. قلت لي واش بصح كتهضر؟ شكون اللي قال لك هاد الاقتراح؟ شكون اللي اقترحه عليك؟ قال لي والله ما اقترح عليا شي واحد شي حاجة، انا اللي بغيت. انا قلت له باما مراتي قالت له ودي لا بغيتي اختي. فسولته قال لي بالحرام ما هضرت معايا مراتك وما قالت لي هاد الهضرة، انا اللي عجبتني وراه من النهار اللي مشيتي انت خطبتي مراتك رميتي ليها العين، كنت كنقول ان شاء الله غير نخدم ونترسم راني غادي نخطبها، وداكشي علاش ما بغيتش نكمل القرايه. واش غادي نقول لكم الخوت؟ خويا بغى يتزوج من حقه، انا ما عندي ما نقول له من غير الله يسهل عليك. حتى هو الصراحه متعرض لي شفت، بالعكس مسكين وقف معايا وسخر معايا وخذاك الوقيته، ما كانش عنده زعما منا شي يعطيني، ولكن كنت الحمد لله نقاد راسي ما خاصني حتى شي خير، حتى الوالد عاوني من الاول حتى الاخر. صافي انا صراحه قلت ليه مرحبا الله يسهل عليك، قولها لباك ويكون خير. قال لي انا كنت بغيت نقولها للوالد ما نجيش عندك صاحبي. قلت لي على الوالد مالو غادي يرفض؟ قال لي لا انا كنحشم الوالد، خليك انت تقول له هاد الهضره هادي. قلت لي واخا ما غادي خاسر حتى شي حاجه، انا غادي نجبد عليه الموضوع ونشوفو. هضرت مع الوالد قال لي ودي ولدي شنو غادي نقول لك؟ قال لي ما جايهش نجيبو زعما الخواتات للدار، هما الا تناقشوا غير هما من بعضياتهم غادي تولوا نتوما الخوت نتوما مناقشين. قلت ليها الوالد انا ما عندي ما نقول له، هو باغي البنت وربما حتى هي باغياه وربما كيهضر مع بعضياتهم، انا ما عارفش وما قال ليش، ولكن انا في نظري ما تحرموش، خليه يدبر راسو يجرب حدو، وحنا رجال ما نديوش على العيالات. قال لي ولدي انا ما عندي ما نقول لك، انت القرار كيبقى ليك، انا ما عندي ما نقرر، هو باغي البنت انا غادي نجي نقول له لا ما يمكنش، حتى هو موقف ليش طريقي. هضر معاه الوالد قال له ولدي دابا شنو القرار اللي قررتي؟ واش ضروري زعما ما تاخذ هذه؟ كاينين زعما البنات وهذه وهذه. قال لي هالوالد انا بغيت هذه البنت هذه لا سهل الله. ايوا الوالد ما لقى ما يقول، قال لي الله يسهل. صافي درنا الوقت مع الناس، هضرت انا مع مراتي فرحتها فرحه، قلت لي والله حتى خوتي والله ما تلقى احسن من خوك، راجل درويش حتى هي خصها شي راجل درويش بحالها، حتى هي راه غير درويشه. ايوا صافي مشينا عند العائله ديالها بعد ما علمتهم، قالوا لها مرحبا حنا عطينا الاولى وصدقت، نعطيكم الثانيه والثالثه علاش لا. بالنسبه للخويا كان فرحان وطير للسماء. ايوا تفرضنا انا والوالد هو وقومنا له العشاء ديالو ومشينا نخطبوا له السيده، الناس فرحوا غير فرحه، وتا البنت عجبها الحال. علاش؟ حيت هي واختها كانوا متفاهمين بزاف، وقالت صافي هذه فرصه مناسبه باش نكون انا واختي في نفس الدار، حيت اصلا اختها فاش تزوجت ما سخاتش بها نهائيا. والديها قال لك ودي حنايا لينا الشرف نتناسبوا معكم المره الثانيه، عطاونا الدريه في ظرف 5 شهور كنا درنا الخطابه والعقد والعرس. جات البنت للدار في وسط منا كاملين الحمد لله، ديك الدويره اللي كنا شينا على دوك الناس صلحناها رجعناها زوينه وزدنا واحد السكنه اخرى الفوق، وزعما تسعنا على راسنا كنا عايشين بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي خير. الوقت اللي غادي يتزوج خويا بسليفتي مراتي تكون حامله، داك الوقت هذيك مراتي مرضت بزاف، جاها الوحم صعيب. المره الاولى الصراحه كان الوحم ديالها سهل واخا كانت ولدت التوام، ولكن المره الثانيه جاها داك الوحم صعيب لدرجه ما كانت كتقدر تهضر مع شي واحد. ايوا غير اختها اللي كانت قايمه بالواجب، اختها الصراحه ظريفه وزوينه وحنينه، ما عمرني شفت عليها شي حاجه ما مزياناش، كانت كتقول لي غير سي فلان ما كتقوليش خويا. لا واحد النهار قالت ليها مرتي قولي له خويا فلان، قالت ليها لا خويا هو اللي ولدته لي ماما، هذا ماشي خويا هذا سليفي وراجل اختي، قولي سي. المهم كنت كنقول لها الله يكبر بك اختي ماشي مشكل، راه حنا خوت في الاسلام. السيده كتبان لي عاديه ما عندها حتى شي زعما حتى شي مشكل، كانت كتبان عاديه. بقينا الخوت هكاك، الزوجه ديال خويا ما حملت ما حتى شي حاجه، كنا كننتظروا زعما انها تحمل. مي كانت كتولي اختها كتقول لها ومازال ما جابش الله، من بعد غادي تكتشفوا وبالبيت من بعد 9 عامين ونص ديال زواجهم،
هنا في هاد العامين ونص كامله الحمد لله دوزناها متفاهمين. هي واخا كتناقشي وراجلها ما كيبينوش قدامنا، لدرجه ان شحال من مره سمعناهم من البيت كيتغاوتوا وما عمر بينوا قدامنا انهم متدابزين. قدامنا كيهضروا يضحكوا عادي، الدبس كيكون بيناتهم يعني في بيتهم. وهذا السيستم كنت كنديرو حتى انا ومراتي، يعني مشاكلنا كيبقاو في بيت الناس ديالنا ما كيخرجوش على برا. فاش كنوضو في الصباح ونخرجوا من بيت الناس صافي المشاكل كنخليهم داخل ونسقطوا عليهم الباب، ما كيخرجوش معانا. داكشي علاش كنا عايشين الصراحه الميزان في الحياه ديالنا. الاخت ديال مراتي كانت هي دايره بحال السيستم ديال اختها، وهذا الشيء هذا جابوه من دارهم، تدارهم دايرين بحال هكذا. المهم فاش داز عامين ونص كانوا طالعين في 3 سنين غادي نكتشفوا ان البنت باقا عزبه. انا فاش قالتها لي مراتي خلعتني، قالت لي فلان، قلت ليها نعم، قالت لي اختي راه باقا عزبه. قلت لها ويلي شنو كتقولي نتيا؟ قالت لي والله الا باقا عزبه. قلت لها ولكن شنو المشكل؟ قالت لي خويا المشكل في خوك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي راه ما كاين شي مسكين من جرتو. قلت لها ولكن ما يمكنش، هو ما قال لي والو. قلت له هضر مع خوك راه اختي راه هي تصبر، وفي الاخر راه هضرت معايا قالت لي هضري مع راجلك يهضر مع خوه. انا ما عرفتش شنو غادي نقول لك دابا، بغيتي تهضر مع خوه، خوك هو اللي عارف راسو مالو. قلت لها دابا شنو واش ما طرا بيناتو مالو؟ قلت لها ودي حتى كيقربها وكيفشل، يعني ما عندوش القدره نهائيا. واحد النهار عيطت لخويا قلت لي واش هاد النهار مسالي؟ قال لي غادي نخرج مع الربعه. قلت لي واش ممكن تلقى نلقاو الفلاني بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع؟ قال لي مرحبا. وما كانش عنده الخبر ان مراته هضرت وانفجرت، وانفجرت بينه وبين اختها، حيت هو كان صافي عاجب الحال ان المراه ساكته وجايبه الطم. ايوا هي ديك من تلاقيت معاه في ديك القهوه بقينا كنهضروا انا وياه. قلت لي فلان، قال لي نعم. قلت لي غادي نهضر معاك في واحد الموضوع شخصي وكيخصك. السيد غير هضرت معاه بحال هكذا وبدا كيتلون. قال لي شنو كاين؟ خلعتيني. قلت لي ما عندك علاش تخلع. قلت لي خويا راه لا حياء في الدين، انت مراتك راه تشكات وها شنو ها شنو، كيفاش دابا المراه طلع في 3 سنين ديال الزواج وما بقى عزبه؟ شنو البلان؟ هو انا ضوجه غادي. قال لي صاحبي هذه المساله هذه كتخصني انا وياها. شديتو ميدو قلت له بلاصه صاحبي، هاد الامور راه الانسان كيتناقش فيها مع خوه. قلت له انا كان عندي هذا المشكل نجي نستشر معاك، شنو كاين؟ ما تحشمش مني، راه هذا الشيء جاري به العام على صاحبي، ما تكونش حشومي حتى للطرف، تطلق شويه. ويلا بقيتي هكا ساكت راه السيده قد ما صبرت معاك راه غادي تنفجر شي نهار وغادي تقول لك انا بغيت تطلق. وغي انا هضرت معاه بحال هكا ودار يدو فوق وجهو وبقى كيخمم كيحمر وكيزرق من العرق، بدات كتنزفو. قلت ليه شوف اصاحبي حنا خوت وصحاب، هضر شنو كاين؟ قال لي خويا انا ما عرفت مالي، انا السيده غير كنقرب لها صافي كنحس براسي ما بقيتش راجل. قلت ليه كيفاش؟ قال لي انا ها واحد جوج ثلاثه. قلت ليه شوف اخويا الموت الوحيده هي اللي ما عندهاش الدواء، لكل داء دواء، وراه الانسان الا مشى للطبيب وعالج راه اكيد غادي يلقى الحل. قال لي واش انا دابا نمشي نعالج واش انا يضحكوا عليا؟ قلت له شكون غادي يضحك عليك؟ راه اللي يضحك يتبلى. قلت له ما اكثرهم عندهم مشاكل وساكتين وجايبين الطم وجايبينها في راسهم وفي عيالاتهم، وشحال من وحده كطيح في الخيانه الزوجيه هي بهذه المشاكل هادو اللي كيكون عندها مع الزوج ديالها، ولا الراجل كيكون عنده مشكل مع مرته وكيفضلوا السكات وكيبقاو يديروا في الحوايج اللي ما كيبغيهم لا ربي ولا عبده. قال لي وشنو الحل؟ قلت له الطبيب، نمشيو عند الطبيب ونشوفه. فين درنا واحد الوقيته مشينا عند واحد الطبيب اختصاصي في هاد الامور بحال هادي، حكينا له كيف ما فحصو شاف العضو ديالو، قال له واش كنتي كتمارس العاده السريه؟ سكت. قال لي لا، قال لي غير قول الحقيقه باش نلقاو الحل. قال لي كنت كنديرها ولكن قليل فاش كنت صغير. قال له هي اللي اثرت عليك وهي اللي دايره لك هاد المشكل هذا. دابا قال له خصك العلاج وان شاء الله غادي يكون العلاج، خصك تتبع يعني ما خصكش تهمل راسك. عطاه بعض الادويه وعطاه بعض الفحوصات، المهم راكم عارفين. السيد دار تبع العلاج ديالو، الشهر الاول الثاني الثالث الحمد لله والشكر لله الزوجه ديال خويا واخيرا دخل بها، دارت الدخله ديالها، فرحنا ليها كاملين. وهذا الشيء كامل يعني كانت كتوصلوا لاختها واختها كتوصلوا ليا. ولكن خويا مسكين داك الدواء ما بقاش كيتبعو، حيت فاش كياخذ الدواء كيولي مزيان، غير هو كيقطع الدواء كيلقى راسو مزيان كيقطع الدواء كيولي كيف ما كان. صافي السيد ما بقاش كيعطي الحقوق لمراته، ولينا كنسمعوا دائما بيناتهم صداع لدرجه ولات مرته كتغضب وتمشي لدارهم. بالنسبه لمراتي انا كتبقى غير كتشوف كتقول لك انا ودي ما عندي ما نقول لهم ما عندي ما ندير لهم. صافي هي هذيك واحد النهار غضبت مشات جلست تقريبا شي 15 يوم كان كيمشي يرجعها ما كتبقاش ترجع معاه. حتى واحد النهار مشيت عندها انا هضرت بيني وبينها، قلت لها شوف اختي
انا الصراحه كنحترمك وراكي عزيزه عليا بحال اختي، ودابا جيت عندك نهضر معك في هذه المساله الخاصه، واخا انا الصراحه ما عنديش حق. قلت لها المشكل ديال خويا واحد جوج ثلاثه، ها كيفاش خصك تتعاملي معاه، وكيفاش وكيفاش وكيفاش، وان شاء الله ما يكون غير الخير. هي تقول لي شوف اخويا، خوك واخا يدير اللي دارو، اصلا بحال واش انا وياه نكونوا زعما ونصوم بالزوين. قلت لها كيفاش؟ قلت لي ما عمر نجيو انا وياه على بعضياتنا، يعني هو راه تفكيره في الشرق وانا تفكيري في الغرب. قلت لي اخوك محدود في كل شيء حتى في العلاقه ديالو معايا، قلت لهم حتى الولاد يولدهم. قلت لي شي حوايج ما غاديش نقدر نشرحهم لك انايا، وتقدر تزيد تعرض خوك على شي اطباء وحدين اخرين وغادي يشرحوا لك بالتفاصيل. المهم الحاجه الوحيده اللي خصك تفهمها انني انا ما عايشاش وما عايشاش كاي مره طبيعيه، عايشه المعاناه، ما عايشاش بحال اختي. حتى انا تمنيت كرام عندي ولادي. قلت لي 4 سنين اللي دوزت مع اخوك وما قدرتش نحمل مع راجلي، علاش زعما؟ واش انا ما نستحقش يكون عندي وليدات؟ المهم هضرت معاه ورغبتها، قلت لها رجعي وان شاء الله غادي نهضروا معاه وغادي يتبع العلاج ديالو ما يكون غير الخير. قلت لي راه ما كيديرش المجهود، الدواء الا ما قلتلوش خذو راه ما كياخذوش، بحال اللي عايش معايا بالجميل. قلت لها راه الطبع ديالو هكا داير، حشومي وهكاك داير. المهم بقيت كنهضر معاها حتى قنعتها ترجع معايا. قلت لي صافي خويا نرجع معاك ولكن غير على وجهك. يوم اللي هضرت معاها في هذا الامر فين ما كيتعامل معاها خويا شي معامله ناقصه كتجي تشكي ليا، لدرجه ولات كتشكي وتبكي ليا يوميا. ولات ملي كيدور فيها بالليل ولا كيوقع معها شي مشكل كتصيفط ليا ميساج كتقول لي ها انت شحال مره كتصوروا ليا وانا ناعس وسامح فيها والدواء محطوط على راسو ما كيبغيش يشربوه. المهم السيده محرومه لواحد الدرجه ما نكذبش عليكم. المهم السيده كانت زعما كتعامل معايا مزيان، ديك الوقيته غادي تحمل مراتي للمراتي الثانيه الثالثه. المره الاولى ولدت سويمين، المره الثانيه كانت ولدت بنيه، والمره الثانيه الثالثه كانت حامله بالولد. جا الوحمة عاوتاني قاصح بزاف، وما لقيت غير سليفتي معايا وجنبي، هي اللي كانت تصبر لي وتوكلني وهي اللي كانت تهلا فيا. بالنسبه لخويا ملي كيمشي مع 8:30 الصباح ما كيجي حتى ل 10:30 ل 11، بعض المرات كيتسنى حتى تنعس عاد يدخل للدار، كان كيتهرب من مراته. وانا لقيت غير سليفتي اللي واقفه في جنبي، مراتي حتى انا هامليني ما مسوقاش ليا، فين ما نهضر معاها الدور فيا وتقول لي يا مالي واش انايا يلا نتكافى غير مع ولادك والحموليه. كان جهل وحم قاصح وما كانتش كتحمل فيا الشعره. بيني وبينكم الشيطان بحال بغى يضحك عليا، وليت كنشوف انا سليفتي كيفاش كتهلا فيا وكيفاش كتهتم بيا وكيفاش كدور قدامي، لدرجه هي وختها تبارك الله كيتشابهوا هكا في الفورمه ديالهم. شحال مره كتخلط ليا مع مراتي، كنقول علاش انا مراتي ما تلبش ليا وما تقادش ليا، اختها كانت مهل ليا في راسها بزاف، خويا ما كانش كيديها فيها وما كانش مسوق ليها، وانا كذلك مراتي ما مسوقاش ليا. كنت كنقول الصراحه انا هذه هي اللي خصني تكون مراتي، وانا بيني وبينكم هي الاولى اللي كنت انا بغيت، ولكن ما كانتش مكتابي انا كيف ما كيقولوا بغيت نكتبها لراسي بالسيف. وليت كنشوف مرات خويا واحد النظرات اللي ماشي بريئين، انا عارف راسي غلط ولكن راه الغلط ماشي فيا غير انا. اول حاجه الغلط في مراتي، ثاني حاجه الغلط حتى في خويا وحتى فيها هي، لان الاهتمام ديالها بيا كان زايد. هي ما كرهتش تقول لي شوف انا بغيت وبغيت وبغيت، ما كرهتش انني نتعامل معها بحال كنتعامل مع مراتي في البيت، ولكن اخوتي انا ما قدرتش، عندي واحد الضمير كيهضر وكيغوت كيقول لي فيق واش تحمق، هذه راها حرام، هذه راها اخت مراتك، والله كيقول لك لا تجمع بين الاختين. صافي اخوتي الضمير ديالي ما هنانيش. في الاخر قلت لمراتي شوفيها بنت الناس تقدي راسك فيها وفي الاخر ما تقديش راسك، خصنا نديرو إعادة النظر في هاد العلاقة ديالنا. مراتي توقدت وعرفت راسها من رجليها وعرفتني أشنو كنقصد، ولكن ما عمرها ما تنوات وقتها. بالنسبة لسليفتي ولات كتقول لي ديك الشيء، يعني كتطلب مني شي حوايج غير بالحركات اللي كدير قدامي وبعينيها وبالابتسامة ديالها، لدرجة شحال من مرة كنكون جالس كنتفرج على كرة وكتجي كتجلس على قبالتي وتقول لي فلانة جي نتفرجو على شي فيلم، كدير شي فيلم رومانسي اللي كتكون جابداه من اليوتيوب وكديرو في التلفازة. داك الفيلم كيكون نصو رومانسي راكم عارفين الافلام المصريه وخصوصا الافلام القديمه كيفاش كتكون دايره، ايوا رانا على الفراجه. صافي حتى كنقول انا صافي غادي ندير شي حاجه اللي ما مزياناش، كنولي نستعد بالله باش تنراجب ونضخوتي وندخل وندوش ونستغفر الله ونمشي نصلي جوج ركعات يلا باش كتبرد ديك النار اللي كتكون فيا، حيت مراتي بطبيعه الحال مازال ما كتسوقش ليا، واخا نفضت شويه ريشه ولكن لا المراه مقابله غير النعاس والماكله،
لدرجة أنها طلعت في الميزان وليت كتوزن 110 كيلو. كانت الصراحة كتوزن فاش ديتها كانت كتوزن 65 كيلو. مرة ولات قدها قد الشكارة، العكس ديال اختها اللي كانت مهنية في راسها. زيد الكلف اللي تصرمالها على وجهها، زيد الشعر ديالها اللي كان كيطيح فاش كيطلع كيطلع ليها حرش، زيد الجسد ديالها اللي كل ولا مخربق، اللون ديال البشره ديالها ما بقاتش موحده. المهم المرة تبدلات عليا في الحمالة الثالثة مع الدراري صغار وكانوا مبرزطينها. اما بالنسبه لسليفتي فعلا كانت مقابله مع اختها ومطليه فيها وكطيب لها وكتزيد لها، ولكن كتقول لها اختي غير ما تنوضيش حتى هي ندير كلشي حيت باغا تستغني انا الصالح ديالها. لدرجه واحد النهار صيفطت لي واحد الميساج في البلاصه خوتي نحيتو، كتصيفط لي اغاني رومانسيه، كتصيفط لي روابط كيدوني شي بلايص اللي اش غادي نقول لكم فيهم شي تصاور، فيهم شي حوايج اللي كيدخلوا ليا الشك. واخا ما عمرها ما قالت لي هكا بلسانها، ولكن كتقولها بالطريقه ديال باش كتعامل معايا بعينيها بالحركات. انا خوتي ما نكذبش عليكم، خايف بزاف وهذا كنعتبره مشكل كبير في حياتي. انا عييت ما نصبر. مرتي دابا ولدت الحمد لله بخير وعلى خير، مرتي ولات معايا عادي، ولكن غير ما كتزيد الصحه ديالها تزيد، يعني ولات لواحد الميزان اللي خايب بزاف، ما بقاتش كتعجبني بالعربيه التهربت وانا ما قادرش نهضر. اما بالنسبه لمرات خويا لحد الان ولحد الساعه عايشه مع المشاكل، عايشه في المشاكل مع الزوج ديالها من داك الجانب هذاك. ديما كتصيفط لي ميساجات كتقول لي يا سي فلان انا شكون اللي مجلسني هنايا غير انت، على وجهك انا جالسه هنايا وما بغيتش نمشي بحالي غير على وجهك نتايا، والله ما سخيت نمشي حيت تبقى بلاصه كبيره بزاف. المهم السيده بواحد الطريقه اش غادي نقول لكم كتقولها لي اللي كتحسني انني انا مهم في حياتها. ما كرهتش كيف ما قلت لكم تطلب مني شي حوايج، ولكن ما عرفتش ما قدراتش، كنخاف غير شي نهار تجرأ عليا وانا داك الساعه نقدر نطيح في الغلط. اخوتي عييت ما نصبر، كنستعد لا مش دراجي وكنصلي وكنوض وكنخرج بعض المرات بالليل كنمشي للقهوه. والله اخوتي ما عمر الكروجه في امي حتى لهاد العام هذا، وليت كنكمي بكيه في النهار لدرجه كلشي الناس ولاو كيقولوا لي علاش فلان كتكمي، ياك عندك وليداتك مراتك الله يعمرها سلعه. فعلا مراتي الله يعمرها سلعه، غير هي واحد الجانب ما بقاتش كتديها في راسها. نقولوا بحال الدراري غلبوها، عندها جوج بنيتات وعندها جوج وليدات وكلهم شي علاشي. بالنسبه لمرات خويا ما عندها لا احمد لا محمد، مراه عايشه دايره لك الوصفات الوجه كتضل نهار وما طلب يتخلط وتجلط، محافظه على الرشاقه ديالها. حاليا كتريني كتمشي دير لاصال وكتجي خويا، اي حاجه طلبتها منه مراته كيقدمها ليها المقابل انها تسكت وتجلس وتصبر معاه. صراحه انا ما كنسولهاش واش بيناتها هي وراجلها علاقه، ولكن هي كتقول لي شحال مره كتقول لي راه دار معايا علاقه وما كملش معايا، انا صابره غير على وجهك نتايا. المهم اخوتي انا جيت طالب رغب فيكم، كنقول لكم انا مزاوك فيكم، قولوا لي شنو ندير. غنقدر نطيح في الغلط مع هاد السيده هادي، هتقولوا لي عزو دارك بوحدك وفرق على اخوك، راه ما نقدرش. الوالد مسكين هو اللي جمعنا وكيقول لك انا ما بغيتش نتزوج ونجيب لكم مرة اللي تفرقكم، انا بغيتكم تبقاو معايا. بالنسبه لخويا الاخر كيقرا في الجامعه، وبالنسبه لاختي الصغيره حتى هي تزوجت ودارت دارها. دابا انا في الدار عايش انا والوالد ومراتي واختها وخويا، هما متعاونين على الوالد مسكين. صراحه الوالد كبر وما بقاش كيف ما كان، زعما كيتهلاو فيه ما كيخليو عليه غير لي زعما جاهم بعيد. انا ما لقيت حتى مشكل مع مراتي، بنت الناس الله يمرها دار، نسى بيه ناس مزيان الا ما عرضت لهم والله ما يجيو عندي. حتى بنتهم الا مشات شي نهار غضبانه من عندي ولا كيرجعوها كيقولوا لها سيري عند راجلك صبري معاه راه ولد الناس. مشكلتي الوحيده هي سليفتي الاخت ديال مراتي اللي قريبه تقول لي انا شنو بغيت شنو بغيت، وخايفه اخوتي خايف نطيح في الحرام وما عنديش كيفاش ندير. انا كنخدم غير في ديك المدينه ومن الخدمه للدار وما نقدرش نبعد ولادي كيموتوا عليا، حتى انا كنقابل ولادي مع مرتي راكم عارفين ملي كندخل من الباب وهما شادين فيا. مرات خويا واخا ما كتبانش قدامي بعض المرات كتبقى تصيفط لي ميساجات في التليفون، عادي تقولوا لي هضر معاها وجيها الصراحه شحال من مره هضرت معاها كنقول ليها شوفي دابا صبري وما عندك ما ديري، حيت هي مازال ما قالتليش انا شنو بغيت، يعني ما عنديش ما نقول ليها، كنخاف نمشي نقول ليها انا بعدي مني ولا شي حاجه تدور فيها تقول لي خويا انا شنو درت لك. هي بالحركات ديالها وبالنظرات ديالها كتقول لي بزاف ديال الحوايج وانا غير عبد ضعيف. ودابا هذا هو المشكل اللي جيت نطرح عليكم، ونتمنى ان شاء الله تسمعوا من الاول حتى الاخر وتقولوا لي شنو خصني ندير اخوتي. راني والله العظيم الا مغلوب على امري وما عرفت لا ما نقدم ولا ما ناخر،
ودابا هذه هي حكايتي وقصتي، ونتمنى اختي امينه ديريها بعين الاعتبار وتحطيها في اقرب وقت ممكن حيت محتاج النصائح ديالك. شكرا لكم والسلام عليكم. وكما ورد على مسامعكم الطيبه اخواني اخواتي مستمعين ومستمعاتي، هاد السيد هذا مسكين اللي هو محسن خويا، انا ما عندي ما نقول لك ولا ما كنتمنى نقول لك في هذا الامر، لان نتايا بحال داك القط اللي كتحطو انت كتجر هو كيجر، داك القط اللي كتحطو فوق الحصيره انت كتجر هو كيجر. انا كتقول انت ما قادرش تعزل وما قادرش تبعد تمشي تخدم شي بلاصه بعيده، ما قادرش تواجه حيت مازال ما قالتك شي حاجه بلسانها، يعني كتقول لك بالنظرات والحركات، فشنو غادي دير من غير انك تستعفف وغض البصر؟ ولا قدرتي تبدل ديك النمره وما تسوق لها اش، ما تبقاش تقرا الميساجات ديالها، نخلها واخا تبغي تسخر عليك انت، مثلا دخلتي حطت لك الماكله ما تاكلش قول لها شبعان ونوض خرج، يعني نخلها ما تبقاش تسوق ليها، لان انت كتسوق ليها بزاف. الحل الوحيد اخي الكريم هو التجاهل ثم التجاهل ثم التجاهل، لان هذه مرتقوك راه شحال ما بقات غادي تطيحك في الرديله وتنت راك على سبه، يعني كتلقى المبررات لراسك، راه الخيانه ما عندها حتى شي مبرر اخي الكريم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الا بغيت تستعفف راه غادي تستعفف وباي طريقه، ما تشوفش فيها انت قلتي بحركات ونظرات سيتي، ما نشوفهاش في عينيها، ما نشوفهاش ملي كتكون كتمشى هذا، وانت كتقول لي لاطاي ديالها وكتعجبني وكذا وتقول لي انا راه انا اسمح لي، انت دابا غير كتسنى غير ديك الفرصه فين تقيس فيك وتقول لك اودي. خاصك تغض البصر، غض البصر ديالك على الحرام وطلب الله يبعدها من طريقك، وان شاء الله ما يكون غير الخير. هذا ما كان ما نقدرش نقول لك شي حاجه اكثر من هكذا، سينو راك غادي تطيح معاها في الخطا وغادي تبقى تلوم راسك بزاف، وخصوصا انت ما غاديش نقول لك بضميرك ما حيشك، وما كانش ضميرك حيك، وراك يعلم الله فين وصلتي انت وياك، راه ولدات معاك الدراري وتلبكهم لخوك وتقول له راه ولادك، بالخصوص انا دابا ما بقتش عزبه، فهمتي دابا خويا الكريم؟ الله يعطيك الرضا، غض البصر وتجاهلها وما تخليهاش تبقى تسخر عليك، وهضر مع مرتك قولها تهتم بك اكثر من القياس، لان هذه المساله هذه راه تقدر تخرب لكم جوج ثلاثة د العائلات، تخرب لك علاقتك مع خوك، تشتت العائلة ديالك والعائلة خوك والعائلة ما بينكم وبين باكم، يعني ثلاثة د العائلات غادي تشتتوا. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك أخي الكريم. شكرا لك، شكرا للمستمعين الكرام، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.